السلام، ايش رايكم في اللوك؟ ايش رايكم في الحركات؟ عاده هذا اللوك وين تشوفونه بالكويت، الدشداشه اللي يكون داخلها قميص، مره حلوه. الدشداشه الكويتيه دائما تكون مريحه، وهي جايه بين الرسميه وبين الكاجوال، يعني تقدر تكشخ فيها وتقدر تقضي اعمالك فيها. كان الا تخصص في الدشداشه الكويتيه هو كساء، يعني كساء مو جاي يصنع الفكره هنا، لا، الدشداشه هذه جايه من الكويت مفصله جاهزه بكميه من الالوان من الخيارات من المقاسات، تكون جاهزه. تعال ياخذون مقاسك واختار اللون والبسها واكشخ وانت طالع. قول مساء الشتاء الجميل، والعرض راح يكون على الدشاديش الشتويه. طبعا ما شاء الله تبارك الله اكثر من 25 لون. تعال يا حبيبي ياخذون قياسك وتاخذ احلى دشداشه وانت ماشي. يا حي الله ابو محمد، اسعد الله مساك. يا هلا ويا مرحبا حبيبنا الغالي ابو محسن، انت ومتابعينك الكرام، حياكم الله في كساء في هذا الشتاء الجميل. ونقول في الشتاء مالك الا كساء. ومتعودين ابو محمد بكل اعلان لازم يكون فيه خصم، وخصم قوي. اكيد السنه ما شاء الله مقدمين خصومات جدا قويه على جميع المقاسات للدشاديش الشتويه. نشوفها سوا. حياكم. عودكم كساء جميع المقاسات متوفرة لجميع أفراد العائلة، نبتدي بالرضاع الحبايب. الله والكياتة ما شاء الله تبارك الله. وكمان في أصغر من هالشكل يا أبو محسن. ويجي ألوان صح؟ ويجي ألوان. كم سعره هذا؟ هذا كان 49 ريال، أنا 39 ريال فقط. أبو محسن الثوب الخصوصي اللي أنت لابسه كأنه لابس قميص تحت الثوب. ما شاء الله. شوف ما شاء الله موجود أيضا المقاسات الأطفال والرضاع. يا سلام. وهذا يعني كم سعره؟ هذا كان ب 65 ريال وحاليا الان ب 50 ريال فقط، يعني الواحد ممكن يطقم هو يا ولده. اكيد اكيد. مقاس الولادي، مقاس الولادي كان سابقا سعره 59 الان ب 45 ريال. حلو. يجي منه ايضا الخصوصي سعره ب 75 اصبح الان ب 60 ريال. ابو محسن المقاسات الشبابيه لاولادنا الله يحفظهم كان 79 الان ب 60 ريال، متوفر منه الخصوصي، متوفر منه الاكس لارج. هو حق المتعافين. المتعافين الله يحفظهم. الرجال يا ابو محمد. رجالي ابو محسن ثلاث فئات في المقاسات، رجالي صغير ورجالي اعتيادي ورجالي مقاسات كبيره خاصه. تبتدي ب 85 ريال والاعتيادي ب 90 ريال فقط، اما المقاسات الخاصه الكبيره جدا الى 4 اكس ابو محسن. 100 ريال فقط. ما شاء الله تبارك الله، فرصة شراء يا ابو جدا. المقاسات الكبيرة نادرا ما يحصل مقاسة في محل جاهز. صحيح. كساء يوفرها، حتى الخياط ما يخيطها. ما شاء الله تبارك الله. حبيبي. ما شاء الله. حياكم الله، تخيل هذه ابو محسن 100 ريال فقط. ومتوفر منها عدة ألوان. متوفرها ألوان ومقاسات ما شاء الله، بالأطوار وبالعرض. عطر كساء دائما متوفر لكم حبايبي، وكذلك عود كساء الفاخر، جربوه بيعجبكم. استمتعتوا معنا بالتغطية؟ طبعا هذا العرض القوي والناري راح يستمر من اليوم إلين تاريخ 7 فبراير أو حتى نفاد الكمية. هذا موقع كساء موجود بسيهات حي الزهور، هذا شارع الملك عبد العزيز، هناك يصير بوابة سيهات القوس وكذا باتجاه الهايوي طريق الظهران الجبيل، وهذا هو كساء. فقط اكتبون بجوجل كساء يطلع لكم.